الرضوان فارس ابني يبان ايه؟ مش سامع صوتك ليه يا ايفان؟ زعلان على ابو ايه بقى؟ دنيا انت اللي ضيعت راسنا مسكين. مش تتأكد الأول قبل ما تحتفل؟ ها؟ ايه ده؟ ازاي؟ ده صح اعمل ما بتشوفش. سهل سهل الو فكا على حسب الميعاد مع ايفان وجاكي وجون. ماليش دعوه بشغلك معاهم. لو الاتفاق قايم انا قاعد، لكن لو الكلام معاكين هقوم وامشي، لاني ما بقعدش في مكان فيه عدوي. بيتك ومطرحك يا ابو هيبه، احنا في انتظارك كلنا. اظن يعني ما ينفعش أطراف غريبة تقعد معنا في شغل. كيم، не мог бы ты выйти вон. И, пожалуйста, не затрудняй себя возвращаться. Мы сообщим, когда ты нам опять понадобишься. في ساحة انتصار أبو هيبه.